أهلا المتابعين الأوفياء، كنت منكم تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى شي خير. فيديو جديد وأخبار جديدة وتطورات جديدة في قضية الكولونيل. كما عرفتوا أن ابتسام بنته اللي هي محاربة بطبيعة الحال على هذا الملف هذه، واللي باغا الحق ديال الأب ديالها رغم أنها طولات هذه المدة ديال أنه يتخذ الحق دياله. كما عرفتوا ان كاينين اعداء اللي هما في هذا الملف بطبيعة الحال، واللي ما باغينش ابتسام انها تبقى متابعه هذا الملف بالخصوص، وخاصهم انها تنسحب وتخلي لهم الميدان باش يديروا اللي بغاو والحق القانونيين يمشي هباء منثورا. كما عرفتوا ان الام والخال وكذلك الربيب ديال القانونيين لفقوا الابتسام واحد كم التسجيل لمفبرك، كما صرحت ابتسام ان هذاك التسجيل كامل مفبرك وجايبين كل حاجه بحاجتها وكل مقطع ومسجلين تسجيل جديد باش انهم يبينوا للناس ان ابتسام ما مسوقاش، انها باغا تطلع هي على البوز، انها باغا انها تاخذ الحق الاب ديالها غير باش انها يتعاطفوا مع الناس ويبقاو يعطيوها. المهم بزاف ديال الحوايج على هذا الشيء اللي طرا بطبيعه الحال. التسجيل هذا اللي سجلوه لها وهي كتسب الاب ديالها وكتقذفوه وكتنقص منه وكتعايره، ولكن هذا الشيء كامل كان مفبرك لان بطبيعه الحال هي هضرات يوم اللي خرجت الاخت ديالها وقالت ان الاب ديال كان واحد كيقطع يديه وشمكار وهذه يعني هي دفعات هنا تهز داك المقطع وتفبرك بطبيعة الحال وتسجل في تسجيل آخر اللي بطبيعة الحال بغاو يعطيوه السلطات بأنها كتقذف في الأب ديالها اللي هو ميت وكذلك في الأم ديالها، وبغاو يبينوا الحق كامل عليها هي. ولكن هذا الشيء راه بطبيعه الحال السلطات ماشي كما كنقولوا ماشي مغمضين عينيهم او لا كوانب، انما غيعرفوا كل شيء، واذا كان التسجيل فعلا مفبرك راه غيعرفوه، واذا كان حقيقي راه غيعرفوه. هذا الشيء اللي ما هما ما حسبولوش الحساب، انما هاد الخلعه ديالهم وهاد القلق ديالهم انهم غادي يتحاسبوا، ولا خلاهم يديروا اللي كان وما كيبين لهم لا من الحق لا من الباطل بطبيعة الحال. المهم كما عرفتوا ان ابتسام بطبيعة الحال كتواعد وكتأكد ان هاد التسجيل غادي يوصل بطبيعة الحال باش انه يتم الخبرة عليه باش يعرفوا هواش مفبرك ولا ماشي مفبرك، وبطبيعة الحال انها كتأيد وكتلامس ان هاد التهديدات كاملة الخاوية اللي كتوصلها بطبيعة الحال واللي ما وصلتهاش هي، وصلت للمحامية وصلت بطبيعة الحال كما عرفتوا الاخ عبد الكريم مرداد اللي بطبيعة الحال كيهضر على القصة ديال القانونيل واللي كيطالع واللي كيعطي المعطيات ديالها كاملين. هاد الناس كاملين اللي بطبيعة الحال بزاف وبزاف منهم شهود اللي كاملين داخلين في القضية هذه ديال القانونيل ومؤيدينها، الا انهم كيوصلوهم تهديدات وكيخوفوهم باش انهم ينسحبوا بطبيعة الحال. المهم اخوتي هادو هما المستجدات والمعطيات، ما تنساوش انكم تابوناو معنا وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، وما تنساوش لايك الى عجبكم المحتوى، وبطبيعة الحال ما تنساوش ان مازال اخبار جديدة واخبار متطورة في هاد القضية اللي غنوفيكم بها بطبيعة الحال. كل مرة غنوفيكم بحاجة، انتظروا منا فيديوهات جايين بإذن الله. السلام عليكم، إلى ملتقى آخر بإذن الله.